بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 58 من دروس قراءة وشرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ولا زلنا أيها الأحبة في الباب الثالث، باب الصبر، وتحديدا في الحديث 11 أو 12، الحديث 12، وهو قوله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحكي نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا الحديث أيها الأحبة الحديث 12 في هذا الباب، تقريبا رقمه من أحاديث رياض الصالحين 36، رواه سيدنا عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود ابن غافر، هذا هذلي من قبيلة هذيل، طبعا كنيته أبو عبد الرحمن، من قبيلة هذيل، دخل إلى مكة وتحالف مع بعض رجالها وعاش في مكة. كان رقم إسلامه رقم 6 في الإسلام، يعني كان سادس شخص في الإسلام. قصته، قصة إسلامه، إنه حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة في بداية الدعوة. النبي بيشتغل بالسر على الكتيم، ماشي هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر، ماشيين في شعاب مكة. عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، واحد من كفار قريش، كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، ماشيين عطشوا بالطريق سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عن حبيبنا محمد صلى الله تعالى على حبيبنا محمد ورضي الله عن أبي بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، شاف عبد الله بن مسعود معه شوية غنمات، قال له: في معك لبن؟ قال له: والله أنا مؤتمن على هذه الغنم، ما بصير. قال له: طيب في عندك شاه عجفاء ما منها حليب؟ قال له: في، هي تفضل. فأعطاه شاه ما فيها، يعني ما فيها حليب. ما فتمتم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكلمات، إيش الكلمات ما بنعرف،
قال له معك دلو، معك سطل، معك لجن، معك بريج، أسجاب عباله يا شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود استغرب، شام دوبها تمشي. فبعد ما مشى النبي لحقه قال يا محمد علمني من هذه الكلمات، علمني من هذه الكلمات. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنك غلام معلم، إنك يعني أنت فتحه وبس وراح. فبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام فأسلم، لأنه عرف عرف من هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بسموه يعني كيف بدي أقول لك المرافق في السفر أو السكرتير، يحمل حذاء النبي، بجهز له فراشه لما ينام، بجيب له وضوءه، معروف خلص. هذا كله اختصاص سيدنا عبد الله بن مسعود. كان النبي يحبه حبا عظيما، كان يقول رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد. كان واليا، بقول لك سيدنا عمر ولاه على البصرة أو على الكوفة، وكان مسؤول المال فيها، يعني وزير الداخلية ووزير المالية. يعني هم قالوا كان قديما كان الوالي على المنطقة يختلف عن صاحب المال، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود تولى الأمرين لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ثم تولاه صدرا من خلافة سيدنا عثمان. سيدنا عبد الله بن مسعود نقل علم النبي إلى أهل العراق، ولهذا معظم علم أبي حنيفة كان من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي قد آخى بين الزبير، الزبير بن عمة النبي، الزبير بن صفية والله أعلم، جده عبد المطلب، خاله حمزة، النبي كان ابن خاله. فآخى النبي بين الزبير بن العوام وبين عبد الله بن مسعود. يقال عبد الله بن مسعود مات في الكوفة، لكن الراجح أنه مات في المدينة المنورة. وأوصى أن يصلي عليه، مش الوالي ولا الخليفة، أوصى أن يصلي عليه الزبير بن العوام. ليش؟ لأنه أخوه، أخوه بالرضاعة، والزبير أحد العشرة المبشرين. وسيدنا النبي بشر عبد الله بن مسعود بالجنة. عبد الله بن مسعود كانت حبته قليلة شوي، حجمه صغير. فمرة قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلة من الصحابة، قالوا مين تحت نخلة، قال مين يطلع لقطنا قطف نخل جذع، يعني يجيب لنا شوية نخل. حبته قليلة، ما بعدهم بكملوا حكي لما صار على نص النخلة، طلع فوق، طلع تشعبط على النخلة وطلع طلع طلع. هم شافوا عصاقيله صغار، صار يضحكوا يعني مداعبة كذا. فقال والله أتستهزئون من ساقي ابن أم عبد، والله إنهما في الجنة لأعظم من جبل أحد. طبعا انسى إنه الله عز وجل سيكرمه، الله أعلم كيف بده يكون أعظم من جبل أحد، مش هذا اللي بهمنا، اللي بهمنا إنه في الجنة ولا لا. أي نعم، شهد له الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. يقول العلماء بأنه روي عن عبد الله بن مسعود 848 حديث، جاء في الصحيحين منهما 64، انفرد البخاري ب21 ومسلم ب35 حديث. رضي الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن مسعود، كان من فقهاء الصحابة وعن أصحاب رسول الله. طبعا سيدنا الإمام النووي أراد أن يعطينا معلومة، كل الناس بيعرفوا عبد الله بن مسعود، لكن شو قال؟ وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن، هو بده يقول لك أنه ترى كنيته عبد أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، إيش كنيته؟ فهذا من الفائدة، يعني فائدة أراد أن يتحفنا بها النبي النووي. هم بالعادة المحدثين عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، النووي أراد أن يعطينا معلومة جديدة، وهي أنه إيش كنيته؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب هذا الحديث
ولازلنا نحن في باب الصبر. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله. شوف، كأني أنظر، هذا الحكي قاله يمكن بعد وفاة الرسول بعشر خمسة عشر سنة، لكن بدي يقول لنا إنه كأني حاضر، إني حافظ النص بتفاصيله، بحرفياته، بجزئياته، بمشاهدي، حافظه كامل، وكأني الآن قاعد بتفرج على النبي ويحكي. يعني هذا إيحاء ورسالة من سيدنا عبد الله بن مسعود، إنه ما نسي ولا حرف، يم أبداً، كأني هسه قاعد بسمع له. قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي. طب ليش ما قال حكى؟ لا، هو بيحكي عن المضارع اللي بأيام ما سمع، سمعته يحكي، بس أنا متذكر الواقع اللي كان يحكي فيها النبي، متذكرها كأنها الساعة، متذكرها كأنها الساعة. يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. مين النبي؟ عبد الله بن مسعود ما حكى، سيدنا عبد الله ما حكى مين هو النبي. بسم الله. مجاهد أحد علماء التابعين قال: هذا النبي نوح، هذا النبي نوح. الحافظ ابن حجر العسقلاني قال: لا. طب ليش يا ابن حجر مش نوح؟ قال: ما هو البخاري ذكره في قصص بني إسرائيل، قال يحكى أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل، إذا مش نوح، هذا بده يكون بعد سيدنا إبراهيم. حقيقة اللي رجحه بعض العلماء: لا، النبي بيحكي عن حاله. قال: شوف، النبي قال في نبي ما قال اسمه، قال: يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه. هل هو نبي من بني أنبياء بني إسرائيل، ولا سيدنا نوح، ولا سيدنا النبي نفسه بيحكي عن حاله بس جابه بصيغة التمويه؟ هسه بنشوف. قال: صلوات ربي وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، نزل الدم من وجهه. إذا متذكرين بغزوة أحد أبو عامر الفاسق حفر حفر سقط النبي فيها، شج وجهه وكسرت رباعيته، النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر وجنته وسال الدم على وجهه، وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء. بعدين قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون لا يعلمون. النبي قال هيك. عاد الآن بقولوا يمكن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حكى هذا الحكي تقليدا لهذا النبي السابق اللي هو نوح أو غيره من أنبياء بني إسرائيل. ربما إنه كان يحكي عن حاله، وإنما أراد إنه يعني ما بده يشوف شوفة الحال، ما بده يعني، في كثير ناس بيحكي القصة صارت معه بس ما بده يجيب إنه هو صاحبها. على أي حال، على الأمرين، إحنا في عنا نبي، سواء كان هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره، بدنا العبرة منها أن قومه ضربوه في سبيل الله عز وجل وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فأدموه. إيش يعني فأدموه؟ حتى سال الدم على جسده الشريف وهو يمسح الدم عن وجهه. قال بعض العلماء: ليش نمسح الدم؟ قال لك: ربما إذا نزل دم الأنبياء، في بعض قول عند بعض العلماء دم النبي إذا نزل على الأرض الله بيسخط على أهل هذه الأرض، فكان يمسح الدم خوفا على قومه حتى ما ينزل إلى الأرض. ربما بمسح الدم عشان يعني دم نازل على وجهه بده يمسحه، يعني لغاية يعني في نفسه. أيما كان الأمر، كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي. هذا هون لب الحديث، إنه مهما تعرضت إلى أذى، الصفح هذا هو خلق الأنبياء، سامح. يعني إحنا مشكلتنا فوت على المحكمة، فوت على المحكمة الشرعية، فوت على محكمة الصلح، فوت على محكمة البداية، تلاقيش محط إجا، فوت على محكمة يا أخي
بيعيش مع مرته 10 سنوات، بعدين بصير ما بصير بطلقها، بصيروا يتحاتفوا على الليرة، وجبت لك وجبنا لك وسويت لك وبدي كذا، بخطبها بقعد شهر شهرين خاطبها، جبت لك باكيت بقلاوة، يا أخي عيب عليك، والله عيب عليك، والاثنين عيب عليك. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا، لما في الطلاق بعد ما ربنا حكى عن آيات الطلاق ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يا أخي كان بينكم يا رجل والله العشرة ما بتهون إلا عبد الحرام، شيك بقولوا يا أخي مرتك كانت معك 10 سنين 5 سنين 2 سنين يا أخي أسبوع، كانت فيش داعي، فيش داعي إنكم تطلعوا. شو بقول لك أنشر أجمل ما عندك، لا بصيروا طلعوا أسوأ ما عندهم. والله والله بعض قضايا كنت أنا فيها حكم أو خبير أو كذا، والله حبتين تمر ولا حبة بوزة نص ليرة بليرة حام سجل لي إياها وأنا دفعت لها كذا ودفعت لي، خرب بيتك جاي طالبة حبة بوزة شو اللي. فهنا لاحظ لاحظ النبي كيف يعلمنا، سواء حبيبنا النبي كما حصل معه في أحد، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، يقول اللهم اغفر، وكأنه يعتذر عنهم يعني قدام ربنا، يا رب والله تغفر لهم يا رب هذول، فإنهم لا يعلمون، يعني جماعة جهلة، يعني الواحد لما ابنه يغلط ولا واحد يغلط من طلابه وتروح تتواسط يا أخي طايش شاب، يعني قاعد تعتذر وانت يعني بتحاول تجد المبرر لمن تعتذر له. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي واغفر لهم يا ربي إنهم لا إنهم لا يعني يعني بعطيهم عذر لهذه التفاهات والجهالات، مع إنه لو جينا للصحيح هم محبوقين، حتى يعني لو لم يكن نبيا الأصل إذا عندك إشي مش فاهمه، إذا عندك إشي مش مقتنع فيه تعال ناقش، بس الجاهل إيده ما بعرف إلا إيش إلا الضرب. المهم أنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أو هذا النبي يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هنا العلماء نبهوا على نقطة، هؤلاء ماتوا على الكفر، طيب كيف النبي قال اللهم، والنبي دعاء مستجاب، النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعاء مستجاب، طيب لو استجاب لهم كان آمنوا، لأنه الله ما بيغفر لغير المؤمن. قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك إيش؟ فأولئك في العذاب محضرون، ونسيت آخر الآية. المهم أنه قال لك لا، هنا هذا الدعاء لهذا الفعل بالذات، اللهم اغفر لهم صنيعهم هذا، شغلت الكفر أي مالي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يسقط حقه الشخصي هنا في هذا الدعاء، النبي ما قال يا رب اغفر لهم شركهم، اغفر لهم وأدهم للبنات، اغفر لهم شربهم للخمر، اغفر لهم كذا كذا، لا 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 لا، هو في عنده حق شخصي. الآن بالادعاء العام واحد بيعمل شغلة بتروح تشتكي ولك يا عمي إحنا أسقط الحق الشخصي، بظل الحق العام شيك حق جسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه الشخصي هنا في هذه المعصية، في إيذائه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقط قال اللهم اغفر لقومي هذا الصنيع، هذا الفعل الذي فعلوه به، اللهم اغفر لقومي ما سببوه لي من أذى، ما سببوه لي من نزول الدم، وليس اغفر لهم جميع ذنوبهم، وليس اغفر لهم جميع ذنوبهم، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام مسلم. والفكرة التي ينبغي أن نتحلى بها إحنا كمسلمين، الصبر على الأذى، الصبر على البلاء، هذه وحدها هاي. والأمر الثاني التجاوز عن أخطاء الآخرين، سامح، ما في داعي من كل حب من كل حبة تعمل قبة، إيش ما قدرت تسامح سامح. أما الحديث 13 وهو 37 من أحاديث الرياض، وعن أبي سعيد اسمه سعد ابن سنان ابن مالك ابن سنان الخدري
رضي الله تعالى عنه، وعن أبي هريرة، يعني اثنين رووا الحديث، وعن أبي سعيد. طبعاً أبو سعيد الخدري معروف، طبعاً النووي ما عمل فيه زي أبو عبد الله بن مسعود، أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، لأنه عبد الله بن مسعود هذا أول ذكر له في الرياض، بينما أبو سعيد الخدري حكاه قبل هيك، حكاه قبل هيك وكتبه سعد وقال فيه سعد بن مالك بن سنان، فيش داعي كل مرة يعيد اسمه كامل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب، من نصب، النصب بفتح النون وفتح الصاد اللي هو التعب، تعب، إيش ما كان سببه طبعا، ولا وصب. الوصب راح يعرف الإمام النووي بأنه المرض، سو حقيقة المرض الشديد أو المرض المزمن أو المرض ذي الألم الشديد. ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوك يشاكها، إلا غفر الله بها من خطايا، كفر الله بها، عفوا، إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. قال النووي: والوصب هو المرض. حقيقة هذا الحديث كذلك يتكلم عن الصبر. تبولي شوي، حكينا في درس سابق أن مجرد البلاء ومجرد المرض ومجرد الأذى ما في أجر، هذا كل شغل ربنا، ما أنت ما عملت شيء. يعني واحد مات ابنه، هذا الحدث إيه الله اللي عمل، الله اللي أعطاك والله اللي أخذ، متى بتكسب الأجر على موت الولد؟ لما تصبر وتحتسب. ابتليت بمرض، طيب ما ابتليت بمرض، الله أعطاك البدن، أعطاك العيون وأخذه منك، أعطاك الإيد وأخذها منك، أعطاك القوة وأخذها منك، أشو أنت ليش بدك أجر؟ الأجر على إيش يا حبايبي؟ الأجر على الشكر لما أعطاك النعمة، وعلى الصبر لما أخذها منك. فهنا النبي بيقول ترى يا جماعة ما من مسلم يصيبه نصب، النصب التعب، ولا وصب، الوصب النووي قال هو المرض، والعلماء يقولون المرض الشديد أو المرض المزمن أو المرض اللي بترتب عليه أذى شديد وصب، اسمه وصب. ولا هم ولا حزن. الهم والحزن في فارق بينهم، فارق بسيط، شوفوا عليه. المرأة إذا مات ابنها بتلاقي بتحزن، هذا حزن على إشي فات، الهم على إشي خايف يجي، بمعنى ابنها سافر بالمعركة بالحرب، خوفها على ابنها ما بنسميه حزن، سميه هم، هي مهمومة على الولد، فالهم خوف من القادم، والحزن حزن على اللي راح. من هم ولا حزن ولا أذى، أذى كله جمع كل هذا، الهم أذى والحزن أذى والنصب أذى والوصب أذى، ولهذا لخص كل ما قيل في كلمة ولا أذى ولا غم. الغم شدة الحزن، شوف شدة الحزن يعني كأنه الواحد قد ما حزن أغمي عليه، غم صار زي المغمى عليه، فكلمة غم الحزن الزائد الذي ربما وصلك إلى الإغماء، الذي ربما أوصلك إلى الإغماء. قال: ما يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها. شوف معظم العرب زمان كانوا يمشوا حفة، ما في بجريهم شيء، ولا في شوارع معبدة ولا في أحذية ماركات، ماشي حافي، وإذا مش حافي، وإذا مش حافي لابس جلدة، شو الكنادر اللي عندهم، جلدة ومربطة من فوق، يعني الشوك فايق طالع بإجره، يعني الشوك. النبي يقول حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. في عندي نقطة بدك تدير بالك حالك، مش تصيبك الشوكة أو تصيبك الهم أو تصيبك الحزن وانت ماكل حقوق خواتك بالميراث وتقول الله بكفر عني، لا، شوف عليه. المعاصي إما تتعلق بحقوق الله تعالى أو حقوق العباد، حقوق العباد بدك ترجعها، والله لو صابك 100 وصب وميت نصب وميت هم وميت حزن وميت أذى وميت غم ما فيها فكة،
فلان له عندك دينار بدك ترجع له الدينار، حقوق خواتك بدك ترجعنا، هذول ما لهم دخل، حقوق العباد ما لها دخل. والامر الثاني الكبائر بدك تتوب، الصغائر خلص يعني الله عز وجل ابتلاك بمرض بوصب بنصب بهم بحزن. طبعا هذا الحديث كما يقول بعض العلماء ما في حديث ان الهم كفاره للذنوب الا هذا الحديث. فالشاهد ان المعاصي، المعاصي اما حقوق لله واما حقوق عباد. حقوق العباد حطها على جنب، اياك ان تظن ان مرضك سيعفيك من حقوق العباد، سيعفيك من حقوق العباد. الامر الثاني حقوق الله، حقوق الله نوعين، كبائر وصغائر. الكبائر ايش بدها؟ بدها توبة. والصغائر مثل هذه الابتلاءات تطهرك من الصغائر. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله العلي العظيم أن يطهر قلوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم القف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم القف بنا وبأهلنا في فلسطين، اللهم القف بأمة حبيبك محمد، اللهم القف وانصر أمة حبيبك محمد، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهل غزة، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم، اللهم أوقف الحرب عنهم، اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوهم واقسم عدوهم يا ربنا. اللهم بلدنا هذا اجعله آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، اللهم وسع على هذا البلد واجعله سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.